تأسست سنة 1992 طبعا من ضمن قبل شباب الصبايا من البلد. طبعا توجهنا لقسم المعارف في البلد وفكرة كتير عجبتهن وبلشنا احنا في إقامة فرقة. فرقة صار 30 سنة. الجيل ما بعرف الدبكة والتراث الشعبي. الصراحة هاي رسالة احنا بنأديها وأنا الرسالة اللي أنا بمركها من جيل لجيل. اليوم الحمد لله عندنا مدرسة، أنا عندي مدرسة من الدبكة والرقص الشعبي تضم 150 طالب بس بيافة الناصر، من يافة الناصر الطلاب فقط. عندنا فرقة الدبكة اللي هي فرقة العودة للمجموعة الكبار اللي هن متميزين شباب الصبايا اللي هن في مستوى عالي جدا من الأداء ومن الرقص ومن الدبكة. وعندنا طبعا المدرسة اللي هي طلاب والشباب والصبايا وطبعا من جيل 4 سنين لحتى جيل 18 سنة. عندنا دائما تجديد في 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 الدبكات، في الرقصات، في اللوحات الفنية اللي نعملها. والحمد لله اليوم قدرنا نوصل لدرجة إنه فرقتنا مشهورة بكل البلاد وكل العاب كل يعني حتى في العالم عالميا كمان. يعني أول شيء الأعراس الشعبية رجعت، المغنيين الشعبيين رجعوا، قصة اليرغول والعزف على اليرغول، عزف على المزمار وعزف على آلة اليرغول وآلة المجوز طبعا رجعت كمان بشكل كبير. انا متابع كثير 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 الصفحات التراثيه رجعت بشكل كبير والحمد لله. يعني بيجي الشباب الصبايا اللي عندنا يتعلموا حتى هن يبدعوا، لانه كمان احنا هون بالمركز تاعنا وفي معهد تيا اللي هو فرقه الدبكه التابعه له اللي احنا جمعيه اليوم، احنا كمان نعطي بنعلم الولد قديش يكون واثق من حاله، بنعطيه كمان نشتغل معه على الثقه في النفس، نشتغل على كتير شغلات اللي هي من قوي شخصيته خلال تدريبات الدبكي. واكيد كثير طلاب اليوم اللي بيجي يتمرنوا دبكي عندنا من جهه بيجي يتمرنوا دبكي لانه تراث، من جهه ثانيه كمان اللي بحب يفرجوا اداء، يفرجوا تراثنا، يعني يبدع فيه بكل مكان حتى في الاعراس حتى في المهرجانات. احكي لي اكثر عن المهرجانات اللي كانت في الفتره الاخيره وعن العروض القادمه، كنتوا ايضا في خارج البلاد. الحمد لله احنا لما رجع طبعا الحياة على طبيعتها بلشنا عروض دبكي في كل البلاد، بلشناها من يعني بكم هائل من العروض خلال الأشهر السابقة. وبعدين احنا توجناها طبعا في مهرجان طبعا دعينا من قبل والي طرابزون في تركيا، وكان معنا دعوة رسمية وكنا غاد في مهرجان اللي كان ينضم 62 دولة. العروض القادمة راح احنا نكون بشهر 10 في عنا مهرجان التراث في دارية الكرمل، وفي عنا بشهر 11 كمان مهرجان لإقامة برنامج معين في الجنوب. والحمد لله الفرقة يعني مثل ما بقولوا ماشي على قدم وساق. والأول كمان شغلة إن احنا الحمد لله اليوم احنا راحين طبعا نعمل لباس جديد للفرقة، راح يصمم اللباس المصمم طبعا المعروف غصوب سرحان. في انا ابو لثلاث طلاب هنا، عندي روحي ورؤى وعمر. انا مواكب الدبكي من 5 سنوات وبرافقهم في مهرجانات. هي كثير بأثر على الأولاد من ناحية، أول إشي من جميع النواحي، من ناحية الاجتماعية ومن ناحية علاقات الطلاب مع بعض، صقلت شخصيته وقوتها. وبالنسبة كمان لرؤى وعمر نفس الشيء، فكمان حتى بلاوكب هاي الشغلة من كم من سنة، إنه حتى ابن الصغير اللي هو صار يجي ويحكي ويطلب ويعرف يتوجه، وكان علاقاته كتير تأثرت مع طلاب صفه. عند هون في بيافا في 150 طالب بس في بعض القرى والمدن اللي هي نسبة أقل، فإحنا بنحاول والأستاذ هنا بحاول دايما إنه يعطي قديش أكثر عدد للأولاد يشتركوا في الاشتراك. وهذا بدي أنا كمان أنا دايما إيدي مع إيد الأستاذ اللي يزيد عدد الطلاب، لأنه بدنا إحنا نحيي التراث تاعنا وتزيد هاي الشغلة الثقافة تاعت الدبكة للأولاد. أنا بحس إنه بعد نسبة معينة بس الدبكة اللي هي بتبكيها الأولاد، الدبكة الأصلية خلينا نقول فلسطينية اللي قاعدة بتكل في الأعراس، إحنا كتير وأنا مع بشجع إنه ترجع هاي الدبكة
ويتعلموها كثير ناس كمان أولاد. أنا مع جميع الهوايات، كل ولد كمان شو هو بحب. طبعا أنا أولادي حبوا الدبكي وحبوا عدة رياضات، بس الولد إحنا بنعطيه شو هو بحب، يجرب يشوف هو ويتقدم، لأنه فيه مراحل فيها. أنا مع كل هواي، العلم بيجي العلم بالمدرسة، فيش مشكلة من هاي الناحية، بس طبعا في كمان جوانب الناحية تطلع عليها، الجوانب هي الاجتماعية، العلاقات بين الطلاب مع بعض، العلاقات بين الأصدقاء. العلم أكثر في المدرسة، بيجي الأستاذ بعد المحاضرة وبيكتب الأولاد بتروح. هون لا، هون علاقتهم مع بعض تتغير، كيف يتوجهوا لبعض، كيف يطلب مع بعض، كيف واحد يدعم الثاني. فكتير الدبكة بتدعم الأولاد من ناحية شكل الثقل الشخصية، ومن ناحية الولد يطور عنده المهارات، هي مهارات اللي حتى الحركة، حتى الاجتماعية، الوقفة على المسرح، وهذا بينعكس على المجال التعليمي. طبعاً بفتقد حسب رأيي لهاي المهرجانات ولهاي هاي العروض. أنا مع إنه الطلاب يعملوا عروض حتى في المدارس، حتى في المهرجانات. كتير كان في إقبال من ناحية، خلينا أقول لك، أنا كنت مع طرابزون، مشاهدين تركيا كتير حبوا يشوفوا شو الدبكة الفلسطينية، وكتير كان في مشاركة وفي مشاهدة للناس. فبالنقب نفسي، أنا ما كنتش معها بالنقب، كنت معها أكثر في هون، في عنا في بلادنا. الأولاد كتير متعطشين والأهالي كمان متعطشين. أنا مع أنه دائما يكون في عروض، لأنه هذا بثقافة بتتوزع وبتصل لكتير ناس. أنا صرني مبلشة بالدبكة بس 10 أشهر، بلشت يعني هذيك السنة. ليه اخترت الدبكة؟ أول إشي لأنه هون الدبكة إحنا بنشوفهاش بس أنه نيجي مثلا ندبك ونروح، هي كتير يعني إحنا هون مش بس بنيجي ندبك ونروح، هون في علاقات أكثر، وأنا بحب الدبكة وهيك. إحنا هون بالدبكة عشان نخليها وما نخفيهاش، ونخليها دائما موجودة وظاهرة. شو بيعني لك فن الدبكة؟ الوطن. وين قدمت عروض؟ وشو الأشياء اللي لقدام؟ هل بتحب الدبكة تضل فقط هواي، ولا ممكن يكون شغل في المستقبل؟ ممكن تكون شغل بالمستقبل، لأنه فيها كتير مجالات، ودبكنا كتير هون بالبلاد، كل المناطق تقريبا، ونطلع بريت البلاد، وسافرنا مع أستاذ كوساي وطلعنا على طرابزون مثلا. فهيك يعني إنه إحنا بنوصل تراثنا بالدبكة. صار لي بالدبكة تقريبا 10 سنين. اخترت الدبكة لأنه فيها حركة أكثر، وبتشجع الطالب تقوي شخصيته. خلال هالعشر سنين شو تغيرت عندك مفاهيم بالدبكة؟ كتير شغلات صراحة. أولها قوت من شخصيتي، وكمان تعرفت على تراثات جديدة من بلاد تانية. في منها، بس ما أظنش أنه عند الجيل الصغير بعد، في يعني عند الجيل الأكبر أكثر، لأنه بعرفوا أكثر وفاهمين بالتراث أكثر. تحكي لي، من قدمت عروض وأجمل عرض قدمتي وين؟ أجمل عرض قدمنا كتير عروض. تذكري بتحس أنه هذا العرض كان حلو؟ كنا مرة بمدرسة بالنقب، ناسي شو اسمها صراحة، بس كان عرض كتير حلو. هل حسيتي بالنقب بحبوا هذا التراث؟ وكتير بشجع كمان. شو رسالتك من خلال فن الدبكة؟ عادة احياء تراث قديم، وانه الكل يكون عارف انه كان في إلنا تراث، وبعد في إلنا تراث، وإلنا بصمة بكل البلد. اول شيء الدبكة كانوا يقدموها عنا بالمدارس، كانت حلوة. ومن كمان من مقابلات قبل عرفت انه دبكي بتقوي الشخصيه، فحبيت افوت عشان اقوي شخصيتي اكثر. شو تغير بشخصيتك من اول ما فتت على الدبكي لليوم؟ اغلب الاوقات بطلت استحي، فكمان نجحت كمان شويه اشياء بالدراسه، مثل فن الخطابه كان بحتاج شويه شخصيه وهي الشغله. تحكي لي، شو بيعني لك فن الدبكي؟ لما بتدبك شو بتحس؟ مرات بحس بالطاقه، ومرات بحس انه انا شجاع، انه انا بقعد بحمي تراثي من انه يضيع، وبقدر امسكه. بالعراس، بتحب العراس انه تدبك؟ هل بتشوف بعراسنا بعد الاولاد بدبكوا ولا لا؟ انا يعني مرة دبكت بعرس، بس يعني طلعت عروض كمان دبكي تانية غيرنا. هسه عراسنا بطل فيها دبكي زي ايام زمان؟ لا، هسه بجيبوا واحد يغنوا وخلاص. بتحب يرجع ايام التراث؟ ان شاء الله يرجع، بس كمان ايام هسه كمان حلوة. تحكي لي، شو احلى عرض انت قدمته بالنسبه لك؟ كان اجمل عرض لك هو يعني ما صناش كثير طالعين على طرابزون. طرابزون بتركيا كان العرض كثير حلو، وقدمناه بمحل زي مول، بعرف شو اسمه، بس كان كثير حلو، انه كان على مسرح، وكان كل شعب تركي يستنى فيه. حلو.
تعلموا مش دبكة كهواية، لأنه أغلب الطلاب عنا اللي كانوا متفوقين كمان بالدبكة طلعوا مش بس دبكة، كمان طلعوا دكاترة وهالش. أنا صليت 13 سنة بالدبكة، وأبوي المدرب طبعا هواية، بعدين أنا حبيتها يعني كملنا فيها. شو بيعني لك فن الدبكة اليوم؟ كتير شغلات كتير، أول شي تكون شخصية، وغير أنه تصير اجتماعية وتعرف على ناس جدود، تسافر بريت البلاد. هل بتحس أنه التراث بعده موجود ولا بعراسنا اختفى؟ لا موجود، بس حسب، مش بكل العروس، مش كل العروس. الجيل الصغير، اذا انت هسه بتشوف جيل صغير، جيل الشباب، بيعرفوا شو يعني دبكي ولا بتلاحظ انه في ناس ما بتعرف او شباب ناسين؟ ممكن ممكن في ناس تكون عارفه وقليل، يعني مش انه كميه كبيره. شو العرض الافضل بالنسبه انا؟ لما انه يكون دعم من الناس الجمهور، ساعتها احنا بنتحمس. في عرض براسك اللي هو كان اجمل عرض بالنسبه لك؟ كان كله فلسطين ومش فلسطين. شو طموحك القادم؟ شو مفكر؟ ان شاء الله اتعلم هندسه وراح اكمل الدبكه اكيد. هل الدبكه ممكن تكون شغل في المستقبل؟ كشغل لإلي يعني، انا كخالد ما اظنش. لا ممكن ممكن اكيد.